جديد للسمك في الميناء. أفضل شوية. هذا الميناء اللي كيستقبل تقريبا 3 طن من الأسماك، وهذا والمشروع يسمح باش يكون عندنا واحد التثمين المستهلك، وهذا الشيء غادي يسمح لنا باش نحافظوا على الجودة وعلى السلامة الصحية تاع المنتوج، وغادي يأثر كذلك على الأثمنة تاع المنتوج على الصعيد يعني ديال المستهلك. منشأة حديثة واللي غادي يكون فيها استعمال تكنولوجيات ديال الرقمنة فيما يخص البيع والتتبع ديال تاع المسار، وغادي تكون عندنا كذلك تجهيزات فيما يخص يعني البيع بالتقسيط، واللي غادي تواكب هذا المشروع فيما بعد. وهذا الشيء طبعا عنده واحد الوقع كذلك فيما يخص السيادين، غادي تكون واحد القيمه المضافه للمنتوج، ويكون كذلك يعني المراقبه، ويكون كذلك الدخل ديالهم غادي يتحسن ان شاء الله، وحتى الكميات يمكنها غادي تزاد فيما يخص يعني الإفراح.